السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. وما تنسونيش اخوتي من اللايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الفنانة المغربية دنيا بطمة كتفاجأ بهذا القرار في ليلة رأس السنة، فخليكم معي اخوتي باش تسمعوا شنو وقع ليها وتشوفوا كذلك شنو قالت الفنانة المغربية نجاة عتابو على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. فكيف ما كتعرفوا اخوتي بلي الفنانه المغربيه دنيا بطمان نزلت ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام يومين هادي، وعلنات بلي غادي يكون عندها حفل راس السنه في مدينه طنجه، وطلبات من المتابعين ديالها وقالت لهم نتلاقاو ان شاء الله في طنجه وندوزو راس العام مجموعين. وكيف ما كتعرفوا اخوتي بلي الصحافه اللي عندها مشكل كبير مع دنيا بطمه واللي كتنزل عليها يوميا بوستات على الحسابات ديالهم، خرجت حتى هي بوست على الحساب ديالهم عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكتبوا فيه اشهد شوها فندق شهير في طنجة يضع سمعته على المحك باستضافته فنانة خاصها تكون في الحبس. فبزاف ديال الناس اللي كانوا باغيين يتلاقاو مع دنيا بطمة البارح ليلة رأس سنة ويدوزوا معها حفل رأس سنة مجموعين، فالبارح انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خبر إلغاء حفل دنيا بطمة اللي كانوا بزاف ديال الناس اللي كانوا كيتسناوه. فكل شيء ما عرفش علاش تلغى الحفل، بزاف ديال الناس بداو تيقولوا باللي مول الفندق خاف على راسو على السمعه ديالو، هذاك الشيء علاش قرر انه يلغي الحفل. وبزاف ديال الناس كذلك اللي كيقولوا باللي الحفل ماشي مول الفندق اللي لغاه، وانما جا قرار من المحكمه ان دنيا بطمه ما تبقاش حتى شي حفل نهائيا حيت ترفض لها النقد ديالها وغادي تعتقل. فالبارح ملي تلغى الحفل ديال دنيا بطمه خرجت واحد الباج على الانستغرام اللي قريبه لدنيا بطمه ونزلت ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كتقول فيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، حشوم عليكم تابعينها حسب خدمتها الا قطع الارزاق، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وكذلك ملي تلغى الحفل ديال دنيا بطمة في طنجة خرجت الصحافة اللي عندها مشكل كبير مع دنيا بطمة بوست على الحساب ديالها على الانستغرام اللي كيقولوا فيه عاجل الغاء حفل المغنية الكباريهات دنيا بطمة ليلة رأس سنة بفندق شهير بطنجة في انتظار اعتقالها. فبزاف ديال الناس كذلك اللي باغيين الدنيا تعتقل وكانوا كينتظروا انها غادي يتم الاعتقال ديالها البارح من وسط الحفل اللي في طنجة، لكن الحفل ديال دنيا تلغى، ماشي الحفل كامل اللي في الفندق وانما غير الجزء اللي كانت غادي تحضر فيه دنيا بطمة هو اللي تلغى. بزاف ديال الناس اللي بقى فيهم الحال وخلصوا فلوسهم ولكن دنيا ما حضراتش. فبزاف ديال الناس اللي ما عرفوش واش مول الفندق هو اللي لغى الحفل ديال دنيا بطمة حيت خاف على السمعه ديال الفندق ديالو او لا القضاء اللي منعها انها تحيي اي حفل. فالفنانه المغربيه نجاه عتابو ملي عرفات باللي دنيا بطمة تلغى لها الحفل ديالها حتى هي نزلت ستوري على الحساب ديالها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام اللي كتدعم فيه دنيا بطمة وكتقول حبيبتي وابنتي سنه سعيده مليئه بالافراح والطمانينه، والله يدير لك طريق في الضيق ويخليك لبنياتك وجمهورك، تحياتي. وكذلك دنيا بطمة حتى هي خرجت بستوريات اللي كتبين انها كتحتفل مع العائله ديالها، فالله يدير لها تاويل ديال الخير. فكنتظر اختي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.